البقية كلام في السؤال الذي ذكرناه النظر إلى النساء. نعم، وصل بنا حديثنا السابق جواب عن سؤال السائل عن معالجة من ابتلي بالنظر إلى ما لا يحل من النساء، فوصل بحديثي إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والشاهد من هذا الحديث الصحيح إنما هو قوله عليه الصلاة والسلام: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإنه مما لا شك فيه أنه لا يستوي الأعزب غير المتزوج مع المتزوج، من حيث أن الأول لا يجد سبيلا مشروعا ليخرج شهوته من صدره، خلافا للزوج أو الرجل المتزوج، فقد جاءت الإشارة في الحديث الصحيح ومعناه أنه إذا وقع بصر أحدنا على امرأة فأعجبته فليأتي زوجته فإن الذي معها مثل الذي معها. هذا علاج الشهوة بالنسبة للرجل المتزوج. أما الأعزب الذي لا زوجة له، حديثنا السابق فإنه له وجاء، وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصف العلاج لشباب الذي لا يجد الباءة، القدرة المالية على الزواج، فإلى أن يتيسر له ذلك يأمره عليه الصلاة والسلام بالصيام. ومعنى ذلك أنه من كان مبتلا بتوجيه النظر إلى النساء فعليه أن يكثر من الصوم لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصادقة بأن الصوم له وجاء. والوجاء في اللغة هو بالنسبة للحيوان الذي تدق خصيتاه والذي يحمل صاحبه على ذلك هو أن يشمنه، فتذهب قوة شهوته إلى قوة بدنه فيكتنز بدنه باللحم والشحم، ولذلك يدقون خصيتيه فلا يعود بعد ذلك ينزو على أنهاه لأنه قد دقت خصيتاه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم صيام الصائم من حيث أن هذا الصيام يقضي على شهوته كدق خصيتي الحيوان. هذا هو العلاج لكبح جماح النفس بالنسبة للشباب المتحرك والذي غلبته الشبق والشهوة الجنسية، علاجه إنما هو الصوم. وكثيرا ما أسأل أنا كغيري عن جواز ما يسمى اليوم بالعادة السرية، وهو في اللغة العربية القديمة يعرف بالاستمناء، وهو استخراج المني بعبث الرجل بنفسه. كثيرا ما نسأل عن هذا، هل هو جائز شرعا لمن غلبته الشهوة أم لا، وبخاصة أن السؤال يكون مقرونا عادة بخشية الوقوع في الفاحشة، أي يكون السؤال كالتالي: هل يجوز للشاب أن يستمني خشية أن يقع في الزنا؟ الجواب: لا يجوز، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول هو أن هذا العبث خلاف الطريقة المشروعة لقضاء الإنسان شهوته، وذلك ما جاء النص عليه في قوله تبارك وتعالى:
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي الباغون الظالمون لأنفسهم بمخالفتهم لشريعة ربهم الذي دلهم على طريق إخراج الشهوة وهو سبيلان أحدهما الزواج المعروف دائما وأبدا والآخر التسري المفقود اليوم ثانيا وفقدنا إياه هو بسبب انصرافنا عن طاعة الله عز وجل في كثير من أحكام شرعه ومن ذلك الجهاد في سبيل الله لأن التسري لا سبيل للوصول إليه إلا بطريق مقاتلة الكفار الذين يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى فحينما يقع من هؤلاء الكفار أسرى في أيدي المسلمين رجالا كان أسرى أم نساء يصبحون أرقاء وتصبح النساء عبيدات سرايا للأزواج الذين حصلت السرايا من حصتهم هذا التسري اليوم بسبب الإعراض عن الجهاد في سبيل الله عز وجل مع الأسف لا وجود له ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يعيد المسلمين إلى العمل بأحكام دينهم ومن ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل وليس في سبيل التسري لأن التسري ليس غاية إنما هو ثمرة ونتيجة والغاية الجهاد لتكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا فإذا كان السبيل اليوم محصورا في الزواج فعلى كل شاب أن يسعى حثيثا وراء الزواج الشرعي هذا ولا شك أن الأمور مرهونة بأوقاتها ولكل أجل كتاب كما قال الله عز وجل فريثما يتيسر لهذا الشاب المسلم أن يتزوج فعليه بالصوم لأن الصوم يقوم بالنسبة إليه كالوجاء أما الاستمناء فليس هو سبيل المعالجة لما ذكرنا آية آنفة من الآية الكريمة فأولئك هم الباغون أي العادون الظالمون لأنفسهم وثانيا فيه مخالفة لهذه الوسيلة التربوية التي حض النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن يلجأوا إليها حينما لا يتيسر لهم الباءة وهي القدرة على الزواج وثالثا وأخيرا فقد ثبت طبيا أن للاستمناء أضرارا كثيرة وكثيرة جدا قد تكون أحيانا من آثارها أن الذي ابتلي بالاستمناء لا يصلح أن يكون زوجا فيما بعد لأنه يصاب بقليل أو بكثير من الارتخاء ولذلك على الشباب أن يتقوا الله عز وجل وأن يصبروا وأن يتبعوا نصيحة نبيهم صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء نعم.